هادشي راه خطير اللي كنشوفو في الحي الحسني، والناس راه هادشي راه كيدور في الخاطر، لانه بزاف هاد الناس هادو راه خاصهم عقوبات، اقصى العقوبات، لانه ما يمكنش بنادم ياكل هادشي هذا. كتشوفوا فيه كذا اللحم خانز، خاص المراقبه تكون ديما. وما كان ماشي كنعموا، راه كاينين الناس شرفاء هما كيبيعوا اللحم داكشي نقي وزوين وجوده عاليه، وكاينين الناس اللي صناك حتى هما كيبيعوا داكشي نقي، ماشي كنعموا. هادشي واحد في حوته كتخنس شواري، وكان المواطنين كيبيع هادو ما كيبيع المواطنين والناس ديال السندويشات، فهمتي؟ ما كيبيع الناس كيجيو عنده، لانه كيبيع هذا الشيء سري، ما عرفناش. حنا كندوزو كيبان لنا اللحم نقي، ولكن هذا الشيء اللي لداخل الله اعلم، ما عرفناش. هو يتحاسب امام الله، فهمتي؟ وانت كتشوف اخويا هذا، انت كتشوف شنو هو كاين، انا ما غاديش نزيدو عليه ولا نقصو عليه. ما تشوف الناس شنو كاين، اللحم هو كيبان لك زراق كفته. هو وكنشكروا الناس ديال السلطه المحليه، لانهم هما اللي طلعوا هذا السيد هذا، وخاص ديما تكون هذه المراقبه تستمر، ماشي تكون دوريه، ماشي نهار واحد ولا ويغبروا ثاني واحد 10 سنين تلقاو شي حاجه اكثر من هذا الشيء. وشكرا المواطنين دابا ديال المواطنين هما اللي غياكلوا العصا. وشكرا. Thank you.
أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma